permit me again to give the opportunity to General Santino Dengwol, the defense force, the chief of defense force, to come and give his speech and welcoming remarks. Sir, you are mostly welcome. شكرا جزيلا. الأمانة نقول أول يا جماعة دعم المسلمين غير ترفيز النقب فوق عشان نقدر نتكلم. سيد المستشار لرئيس الجمهورية وسيد الوزير الداخلية وسيد الوزير جهاز الأمن وكمال أتيتم وكمال أتمران يار وكمال جين مكوي أنا أقول بركول أبزار أنا ما أتكلم كثير طبعا بقول صغير ما يمكن كلمات كثير كلام عن دار نقول أول دار نقول مبروك كمال ركي ومالي تقول سيدة فوق ده لو أنا فوق مشاكل كثير أنا كلمت للقبات ممكن نقلوني نكونسي بتعدفين وقالنا مرشار أنا أقول لك ساسيتا لخا ساسيتا عشان أقاول كثير وهذه ولان ولان ما بنفع في مالا ولان ما بنفع في مالا ولان ما بنفع في مالا كان بكل غمركي أقل عدانا وبر مرشار مشارين تشوف دبار بتاع سخان مار وفراد سخان مار عشان ما ديري بكل مشورة في جاس يا زاوية ما سيقولوا لما ما تقولوا منا ما ينفع في جي كان بقول إنتم دبات المدير يا ذا مكان إنتم هذا تاون ما كان مركي كان يأجر الأدب كل مركي وكل مركول كل ما في دولة أحسن من فلان بقول سوا لكن هنوين ممكن كن زالو بقول فلان ولا ياكل بكون نعم بهذا بطال كيف ما ده عمل العسكري كده والنظام الحكومة كده سو كان يدل شكال كويس ولا شكال بطال لازم تبون متمشي متمشي تعمل هذا تان كويس هناك متى دور شالو كمان انت ما بزعل يقول الجاي ما هو فرق يقول انا سن من فلان يدل جمال يا جمال بطال اللي كل سوا انا داير منكم انتم بتعاون نوم عشان ينجح في عمله أنا من آخر أبخرب شكل بكل الأعمال بخبر نفسك فمتى بخبر نفسك أنت ما بينجا منتم جبار كمان أن بطلوا منكم كل واحد ما يخبر نفسك فمي ده خبرة وروم لقادة فمي ده فكرة وكويس وروم لقادة أنين دارين نجام مجھے لبتانا كل نارمين ويداد الأمنية بلا أمن بتاعه موطن جنوب السودان عشان ندري الامن موطن بتاع جنوب السودان لازم يكون مسكت في مناطق الموجود فوق انتم شفتوا حاليا الموطن بتاعنا كان شام في التعريف لسه في جلجل في مناطق ما فوق كهرباء في مناطق ما فوق مدارس في مناطق ما فوق مسجلات فده كله بنتاج مننا من ويداد الامنيه يبدا من جي نقاد آخر مطافي لازم كلام تاني كل واحد من وين أفوزا نافذ العمل لمواطن تاني شكرا لكم.